عندما نتحدث عن التوبة فلا بد أن نبدأ بالحديث عن ذنوبنا، عن ذنوبنا التي تثقل كواهلنا وتشقينا في الحياة. فنشاهد اليوم الجميع يعاني من المشاكل والمتاعب الجسدية والنفسية، ونلاحظ انتشار الفساد والفتن والأمراض. ولو بحثنا عن السبب لوجدناه كثرة ذنوبنا ومعاصينا وتقصيرنا بحق الله جل وعلا. تبدأ توبتك عندما تتذكر ذنوبك فتخاف، ويدفعك هذا الخوف إلى التوبة والرجوع إلى الله. والبعض قد يعتقد أن التوبة هي فقط لمن يرتكب الكبائر، بينما الحقيقة أننا جميعا بحاجة إلى التوبة في اليوم والليلة عن كبائر وصغائر والذنوب اقترفناها ولو في الماضي وأقلعنا عنها. ولو حاولنا البحث عن هذه الذنوب لوجدنا في صحفنا العديد منها، ولوجدنا تأخير للصلاة، عقوق للوالدين، غيبة ونميمة، كذبا وخلقا سيئا، شتائم وكلمات بذيئة، وغيرها الكثير مما نغفل عنه. ولكن الله برحمته الواسعة يقبل التوبة ويدعونا في كتابه الكريم إلى التوبة، ويفتح أبواب رحمته لنا. يقول عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ويحفزون على التوبة فيقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، دون تسويف وتأخير. فكثيرا ما نجد الإنسان يشعر بذنبه ويعتصره الندم، لكنه يؤخر التوبة ولا يسارع لها، ويعلقها إلى حين وقوع أمر ما أو يتركها للمستقبل، ولا يعلم أن الموت قد يختطفه قبل أن يتوب. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل. وأجمل يوم في حياتك هو يوم يتوب الله عليك. نعم، هو يوم يتوب الله عليك. فقد استقبل الرسول عليه الصلاة والسلام كعب بن مالك قائلا: أبشر يا كعب بخير يوم طلع عليك، تاب الله عليك. اللهم تب علينا يا الله. التوبة النصوح، وما أدراك ما التوبة النصوح؟ قال الله جل وعلا في حقها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. لقد وضع الله لنا رحمته بين أيدينا لنلتمسها ونتوب حتى تستقيم حياتنا، وأسماها التوبة النصوح، ومعناها التوبة الشاملة، وهي مشتقة من النصح والنصيحة. فمن قوتها وصدقها تنصحك وتردك عن الذنب كلما أردت العودة إليه. شروطها ثلاث: أولا الندم، ثانيا الإقلاع عن الذنب، ثالثا العزم على عدم العودة. وقد يسأل البعض عن شكل هذا الندم وطريقة التعبير عنه. والندم من الممكن أن يكون دمعة تسقط من عينك، أو اضطراب في قلبك، أو صلاة طويلة وسجدة تبكي فيها بين يدي الله جل وعلا. وأدناه أن يهتز قلبك، ولكن لا يصح أن ينطق لسانك بالندم دون أن يستشعره قلبك. إذا لم تقدر على العزم، ادعو الله أن يقوي قلبك. وصاحب الصالحين، يمكنك القيام بعملية بسيطة تساعدك على الشعور بالندم. خذ قلما وورقة واقسمها إلى قسمين: الأول سجل فيه نعم الله عليك، والثاني أدرج به معاصيك. وانظر إلى القسم الأول، أنت تبصر وغيرك لا يبصر، مع ذلك أمام هذه النعمة معصية. أنت تسمع وغيرك لا يسمع، أمام هذه النعمة معصية. أنت تتحرك وغيرك لا يتحرك، مقعد وأمام هذه النعمة معصية. وكلما سجلت فتجد عدد المعاصي يتزايد، ويقابلها نعم من الله لا تعد ولا تحصى، لم يحرمك منها يوما وأنت تجحد بها. قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الشرط الثاني هو الإقلاع عن الذنب، أي التوقف عن المعصية التي ندمت على اقترافها دون أن تستثني منها شيئا. فأن كنت تغتاب فيجب أن تتوب عن الغيبة تماما، ولا تقبل توبتك لو أنك استثنيت شخصا واحدا لتغتابه، بل يجب أن تكون توبة شاملة عن هذا الذنب. والشرط الثالث الأخير هو العزم على عدم العودة، فأنت تعاهد نفسك وتعاهد خالقك قبل هذا ألا تعود إلى ارتكاب هذا الذنب. فإن شعرت أنك حققت الشرط الأول وندمت وحققت الشرط الثاني واقلعت عن العودة، لكنك عجزت عن الشرط الثالث ألا هو العزم،
فهذا يعني أن بقلبك ضعف وإرادتك تحتاج إلى أن تقويها، فأوصيك بالدعاء. نعم، ادعو الله، ادعو ربك أن يخرج من قلبك التعلق بالمعصية، وأن تعمل على تقوية إرادتك، فلا تجعل النفس الأمارة بالسوء تحكمك، ولا تسمح للشيطان أن يتلاعب بك ويهيئ لك أنك أضعف من أن تقرر شيئا في حياتك وتلتزم به. فنسأل الله عز وجل أن يتوب عنا توبة نصوحة. فماذا ننتظر بعد هذا عباد الله؟ والله ليست هنالك حياة وليست هنالك سعادة تعدل لذة الرجوع والتوبة إلى الله.